بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا جيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.